بالنسبة لقوات البيشمركة، قوات البيشمركة حسب الدستور وحسب الفقرة الخامسة من المادة 121 من الدستور هي جزء من منظومة الأمن والدفاع العراقية، وعملها في الإقليم هو حراسة وحماية الإقليم كجزء من كيان الدولة الاتحادية العراقية. ونحن شاركنا ونشارك، ومستقبلا نشارك بفعالية أكثر في الدفاع عن أمن العراق، وشاركنا في الحرب ضد داعش، وقدمنا ضحايا كثيرين، قدمنا 1781 شهيد في الحرب ضد داعش، قدمنا 10761 جريح في هذه الحرب، وأيضا 42 مفقود لحد الآن، وقاتلنا سوية مع أخوتنا في الجيش وأخوتنا في الحشد الشعبي وباقي القوات الاتحادية في تحرير الموصل التي هي كانت مركز لما تسمى بإمارة داعش. نعم هناك إشكالية الحقيقة هنا، أنا لا أقول فقط هناك كانت إشكالية حول موضوع الحشد الشعبي، ولكن لحد الساعة هناك إشكالية حتى مع الحكومة الاتحادية وحتى في الإقليم حول موضوع البيشمركة. لحد الآن ليس هناك وضوح تام موجود، لأن المادة الدستورية خاصة الفقرة الخامسة هي سطر واحد فقط، لم توضح ما هي واجبات هذه القوات في الإقليم، الأمن والشرطة وحرس الإقليم.